دعونا شركة بورش الألمانية للروتشو اللي يصير في عدة دول منها الكويت. شنو صج؟ حد الصج. يعني انت شنو يعني؟ يعني راح تشوفون وياي التقرير راح تقررون انت وان انا قائد محترف ولا لا. طبعا عفوا سوري يا جماعة انا يعني بخصت حقه. شوف ويانا انت التقرير لانه ما شاف ولا شيء منه. يلا يلا شوف التقرير. Get on the floor. No, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song, and we can dance all night to the early morning. Oh, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song, and we can dance all night to the early morning. إحنا اللي عملناه بدنا نعرف الزبائن أو اللي ممكن ما عنده بورش. وشوي خايف انه بعرف بيشتري ما بيشتري. بدنا نجرب نقنعه لحتى يجرب كل انواع البورش من البوكستر للكيمان يجربهم وهو بنفسه يشوف قدرة السيارة. Might get my vest tight strapped to my chest like I'ma run up in the party hall and be like oh fulfilling my calling big will that's my name writing rhymes that's my game. Ask me again and I'll tell you the same. Look, just write your number right next to your name, girl. No, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song and we can dance all night to the early morning. Oh, I'm the party starter. You might have a good time, but we party harder. So tell the DJ to play my song and we can dance all night to the early morning. He was raised in the days when the roof was raised and every... الروت شو هذا طلعنا بأكثر من 8 سيارات من الشوروم إلى العبدلي، سيارات ورا بعض إلى مقرب من العبدلي. طبعا مخيم بسرعة 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 المخيم اللي انت ما شفته طبعا لأن طبعا دعوني أنا ما دعوني. Never gonna fade, you heard? I'm like 23s on an Escalade. Throw me into the rave like you threw a grenade. Oh, I'm the party starter. You might have a good time. Did you enjoy your day? إذا أنت كنت جاي زايرنا بالشوروم ومتردد إنك تشتري البورش، إذا بتيجي هذا الإيفنت بتسوق السيارة ما بيعود عندك أي تردد تشتري السيارة. على فكرة هذا اللي إحنا جربنا اليوم وشفناه إنه مناسب جدا حقنا. زين عقبال ما أنت تشتريها. إيه طبعا لازم نحصل خصم عقب اللي صار هذا، لازم نحصل خصم منه. ولا يهمك. رود شو ولا أجمل. رود شو كان يوم كامل مع وكالة بورش، طلعنا أكثر من 7 سيارات إلى العبدلي، جربنا السيارة الموجودة إلى أقصى حد سرعة وخذينا وقت كامل مع السيارة اللي جايبينها من ألمانيا. طبعاً كان في هناك توقفات ضمن هذه الرحلة. اليوم كان جداً غير، وأنا أهدي الحلقة إلى زميلي ما كان موجود للأسف طاف في نص عمرك جاسم العمر. تابعونا في واتساب وتو الليل وتفجير الوطن.